لمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا مباشرة من العاصمة غدا الأحمر بن علي الأسود، وهو أحد مشائخ شبوة. أهلا وسهلا بك معنا سيد الأحمر في قناة الغد المشرق. في البداية، كيف ستساهم هذه القوات، قوات دفاع شبوة اللواء الخامس، ووصوله إلى شبوة عاصمة المحافظة لاستتباب الأمن وكذلك الانتشار الأمني في المحافظة؟ تفضل. شكرا لقناة الغد المشرق. اللواء الخامس دفاع قوته وقوة دفاع شبوة الذي وصل يوم أمس أو اليومين الماضية إلى عاصمة المحافظة، هو يأتي وفقا لاستراتيجية التحالف العربي التي هي المسؤولة على التأهيل والتدريب والتسليح. واللواء الخامس هو اللواء الخامس الذي وصل إلى محافظة شبوة خلال الفترة الماضية في ظل الظروف الأمنية التي يعني عانت منها محافظة شبوة خلال الأشهر الماضية، الاغتيالات والعبوات الناسفة وإلى آخره. فاللواء الخامس أتى يعني لتعزيز الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة، لتعزيز الأمن والاستقرار والسيطرة الأمنية على المحافظة. ومحافظة شبوة تختلف على أي محافظة أخرى من حيث السعة الجغرافية لها، وأيضا المناطق المتباعدة والمناطق المتناثرة التي تأتي منها الأعداء، رغم أن المحافظة يعني فيها أطراف متناقضة لا زالت يعني هي المؤثرة في بعض التخريبات. وما يحصل في شبوة هو لن يأتي من خارج المحافظة، وإنما أتى من داخل المحافظة. وهذا الشيء الذي يجب على ألوية قوة دفاع شبوة إلى جانب ألوية العمالقة الجنوبية إلى جانب الوحدات العسكرية الأخرى التي تتفق آرائهم على أمن واستقرار محافظة شبوة، أن يتم توحيد القيادة الأمنية والعسكرية في ظل يعني وتحت إشراف محافظ المحافظة، حتى يتسنى للجميع السيطرة الأمنية الكاملة. وخلال الفترة القادمة أعتقد أن المحافظة ستكون يعني في أمن واستقرار، والخطر السياسي أعتقد المحافظة تجاوزته، ولا يبقى إلا قلق أمني. والقلق الأمني ممكن يرافق المرحلة هذا يعني قلق أمني، لكنه لا يسبب أي خطر سياسي على المحافظة. طيب سيد الأحمر، أنت ذكرت أن هناك في الآونة الأخيرة حدثت اغتيالات وعبوات ناسفة، كما تم استهداف بعض العناصر من قوات دفاع شبوة. برأيك يعني من هو المستفيد من هذه الأعمال وزعزعة الأمن في محافظة شبوة؟ أعتقد واضح المستفيد هو المستفيد اللي يقف وراء كل هذه التفجيرات والاغتيالات لأفراد النخبة الشبوانية وأفراد أيضا وأخرى قيادات جنوبية. وعندما نعود إلى الوراء نجد أن المستهدف في هذه الاتجاهات في المفخخات والاغتيالات والعبوات الناسفة والدراجات النارية هي تأتي من طرف واحد منذ أكثر من 28 أو 30 عام، والطرف الآخر الذي هو مستفيد الذي لا يقتل، لا يستهدفه الأرهاب ولا يستهدفه يعني عبوة ناسفة ولا مفخخة ولا صاروخ بلاستي ولا غيرها. فالمستهدف هو يعني طرف واحد، والمستفيد هو الطرف الآخر، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. طيب شيخ الأحمر، بما أنك من أبناء شبوة وأحد مشائخ شبوة، يعني برأيك ما الذي لمسته خلال الفترة الماضية من إنجازات لقوات دفاع شبوة؟ نحن نعلم أن كانت محافظة شبوة يعني تعرضت لانفلات أمني كبير في ظل يعني سيطرة قوات بعد إزاحة قوات النخبة الشبوانية. يعني كيف ساهمت قوات دفاع شبوة في عودة الأمن والاستقرار للمحافظة؟ لن تحقق الامن والاستقرار بالسهل او بالسهوله، يعني لانها يعني محافظه شبوه تم اغتصابها يعني في 2019، وتركت في محافظه شبوه يعني اثار وتركه مخابراتيه لاطراف يعني يمنيه واطراف اقليميه، ولا زالت تعمل من داخل المحافظه في زعزعه الامن والاستقرار واستهداف القيادات والافراد النخبه الشبوانيه وغيرهم من الذي يشكل خطر. وعلى وجه الخصوص تلك الالويه التي بدأت تسيطر على منابع النفط في مديرية عسيلان
وأيضا في انتظار السيطرة على الحقول الأخرى، وهذا الشيء الذي لا يعجبهم ولا يمكن أن يقفوا مكتوف الأيدي، وأنما سيستمرون في الفخات والتفجيرات والاغتيالات بين الحين والآخر، وعندهم رؤية واستراتيجية، وعندهم من يحمي المنفذين يعني من التنفيذ، وأيضا يعني يخفيه ويتم تأمين خروجه إلى مكان آمن. فهذه استراتيجية أعتقد قديمة، وتقف وراها أطراف أقليمية، ولا تزال هذه الأطراف الأقليمية فاعلة، ولا تزال هناك الأطراف المنفذة لهذه القلق الأمني لا زالت موجودة، وإنما يعني أعتقد وفقا لما موجود اليوم على أرض شبوة من قوات ألوية العمالقة وألوية قوة دفاع شبوة التي تأتي يعني أفواجا بين الحين والآخر، وكما ندعو الأخوان في التحالف العربي مزيدا من الاستيعاب ومزيدا من التأهيل والدقة والتركيز والسرعة والتركيز في كل الألوية التي يتم تأهيلها وتدريبها، وعلى القيادات الألوية العسكرية في دفاع شبوة وأيضا في ألوية العمالقة وكل الوحدات العسكرية المؤمنة باستغلال أو استقرار وأمن شبوة أن يتم توحيد يعني رؤيتهم وقيادتهم، وحدة القيادة ووحدة الهدف، والهدف هو واضح وأمن استقرار شبوة وحماية مصالحها من أي عدوان داخلي أو يأتي حتى من الميليشيات الحوثية على حدود المحافظة الواسعة. طيب أخيرا، هناك قرارات خرجت من قبل قوات دفاع شبوة، وهي مثل منع حمل السلاح في بعض المناطق في محافظة شبوة. الشيخ الأحمر، يعني هل تؤيد مثل هذه القرارات التي يعني تصب في صالح محافظة شبوة واستتباب الأمن والاستقرار فيها؟ طبعا هذا أمر يتفق عليه كل أبناء شبوة، ولا هناك يستطيع لا كبير ولا صغير أن يقف ضد هذه القرار إذا اتخذتها قوة دفاع شبوة بالتعاون والتنسيق مع محافظ المحافظة على أساس أنه يمنع حمل السلاح داخل عاصمة المحافظة. هذا يعتبر إنجاز، وهذا قد حصل في السنوات الماضية عندما كانت ألوية النخبة الشبوانية مسيطرة على حزام عاصمة المحافظة، منعت الأسلحة وتم ضبط كثير من المخالفين والذي استخدموا السلاح يعني في ما يسمونه الاخوان بالثارات القبليه، تم يعني القبض عليهم قبل ان يخرجوا من عاصمه المحافظه، ومنع حمل السلاح يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح، ويعتبر هي الخطوه الرئيسيه التي ستعيد شبوه الى يعني الامن والاستقرار، ولا يمكن السماح لاي عدو او اي متسلل او حتى خلايا نائمه ان تفعل شيء بعد هذا القرار اذا تم تنفيذه واخراجه الى حيز التنفيذ. أنا أشكرك سيد الأحمر بن علي الأسود، أحد مشايخ شبوة، كنت معنا مباشرة من العاصمة عدن.